بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى. بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم كل أسبوع. وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتكون أغلب الوقت متاحة طوال الحلقة. ممكن ترجعوا لمحتوى حلقاتنا بالكامل على كل وسائل التواصل، ممكن تسيبوا لنا الأسئلة، وأعتقد أن في حلقة النهاردة تحديدا هتسيبوا أسئلة كتيرة جدا جدا، لأن احنا هنعمل حلقة زي عادتنا ما بنفوتش فرصة أن احنا نقدر فيها نجاوب على أسئلة من أسئلة حضراتكم، إلا تخص الأسرة كلها، تخص كل عيلة في مصر والعالم العربي كله، إلا وبنحسن استغلالها زي ما بنقول. وبيساعدنا في هذا الحقيقة يعني سماحة وكرم علمائنا الأجلاء اللي ما بيبخلوش علينا بالمعلومات ولا بالوقت ولا بالجهد. أول ما بنقول لهم إحنا عايزين ننور الناس ونعلمهم ونطمنهم ونعرفهم حاجات كتيرة قوي قوي، الحقيقة ما بيتأخروش خالص خالص عنا. لهم منا كل التقدير والتحية. وأحد هؤلاء العلماء هيكون ضيفنا النهاردة. النهاردة بنسعد في يحكى أن إنه يكون ضيفنا الأستاذ الدكتور أشرف محرم، أستاذ جراحة العظام في كلية طب قصر العيني. ولما بقول دكتور أشرف محرم فأنا بتكلم عن عالم حقيقي في مجاله، وطبيب شريف له باع طويل جدا جدا من الأفعال الجميلة الطبية وغير الطبية على المرضى. فإحنا النهاردة بنسعد بيه وبنشكره أنه هو منورنا في يحكى أن. دكتور أشرف أهلا وسهلا. شرفينا يا فندم مع حضرتك أستاذ المشاهدين. يعني برنامج رائع في بيت الإعلام المصري، الله يخليك. بيحاول يضيف حاجة إيجابية، وربنا يقدرنا ونعرف نعمل حاجة كويسة إن شاء الله. أنا عايز أقول لكم حاجة جماعة، في حلقة النهاردة تم إعدادها عن طريق المرضى، واللي هم يعني مش المرضى كلمة، مش عايزين نقول مسمى يعني المرضى يعني، لكن عايز أقول عن طريق حضراتكم. هتلاقوا أنه رؤوس الموضوعات اللي هنتكلم فيها بإذن الله تعالى كلها تخص حضراتكم. مين فينا، أو بلاش، هل في بيت في مصر أو العالم العربي لا يشكو هذه الشكوى مثلا، إن هو يقولك أنا وأنا قاعد كده إيدي بتنمل، أو بقوم من النوم ألاقي إيدي منملة. بنسمع كلمة الأوتار والأعصاب وتسليك الأوتار وإيه الفرق ما بينهم، بنسمع كلام كتير قوي، حد يقولك أنا بيحصل لي تقلص وأنا نايم في عضلة السمانة، موضوعات كتيرة قوي. إن شاء الله بإذن الله تعالى هنحاول نجيب على اللي ينفع ان احنا نجاوب عليه في حلقة واحدة، ولكن هناخد وعد من الأستاذ دكتور أشرف محرم ان احنا ان شاء الله هيكون لينا حلقة تانية بإذن الله. أنا بقولها من الأول، لأنه وإحنا بنجهز كده رؤوس الموضوعات أو المحاور اللي هنتكلم فيها، لقينا الحقيقة لا، الموضوع من الأهمية بمكان ان احنا لازم ندي كل عنوان أو كل محور أهميته. هنبدأ على طول بالموضوع الأول اللي قلنا عليه، تنميل الايدين. في ناس بتبقى قاعده كده في امان الله، يقول لك انا بقى وانا قاعد شويه كده، وانا قاعد على الكرسي الاقي ايديا منمله، وانا قايم من النوم الاقي ايديا منمله، وانا لو ميلت شويه كده وانا بعمل حاجه واجي ارجع الاقي ايدي نملت. ايه بقى موضوع ان انا ايديا منمله؟ ايه الاسباب والتشخيص؟ وطمنا يا دكتور اشرف ارجوك. ان شاء الله خير. التنميل ايد، التنميل عموما عباره عن شكوى من العصب إن الغذاء مش واصل له كويس، أو إنه فيه التهاب، أو إنه فيه ضغط. يعني المولى سبحانه وتعالى اختص الأعصاب بنوع من الترفيه والرقي، إن هم خلاياهم بيبقوا محفوظين في حتت بعيدة عن الأطراف. يعني العصب بتاع الأساس بتاع صباعي ده الخلية بتاعته في رقبتي، والطول المسافة دي الخليه دي بعتها نعتبره كابل كهرباء عشان ينقل الكهرباء ليها. والكابل ده بيتلقى تغذيه من الخليه، مش من الانسجه المحيطه بيه. فالاعصاب ليها استقلاليه، وعزله، لان نظر لاهميتها وخطورتها فهي ما بتتعاملش مع الانسجه المحيطه بيها. يعني اعتبرها ارستقراطيه، بتاخد بالمنبع بس، ما بتاخدش من الانسجه المحيطه. يعني فعلا يعني سبحانك يا رب، سبحان المولى العزيز العظيم. فالموضوع ده
معناه انه في اضطراب في الوظيفه، التوصيل مش ماشي كويس، والغذاء مش ماشي كويس للعصب. الموضوع ده له اسباب كتيره، لكن احنا هنتكلم على الاشهر مجالا والاكثر انتشارا. اكتر حتتين بيحصل فيهم احتباس هو عند منطقه الرسغ هنا وفي الرقبه. اوكي، نادر قوي الكتف، ونادر الكوع، ونادر جدا اي حاجه اعلى من الرقبه. يعني من المخ وكده. اللي بيحصل انه دايما بنفكر ليه الاحتباس او العصب مش شغال كويس. الاكثر شيوعا هو ان يبقى فيه ضغط على العصب على مستوى الرسغ، والضغط ده بيظهر اساسا في موضعين. موضع لما مفصل الرسغ يكون متني لفترة طويلة، سواء في استخدام، مشهور جدا مسكة الموبايل دلوقتي، وإن كان مسكة الموبايل ممكن تبقى رقبة ممكن تبقى كوع برضو، بس مسكة الموبايل. لما البني آدم بينام ويصحى، النوم بيخلي أطرافنا تورم سنة صغيرة لأن مفيش حركة في العضلات، بالإضافة إلى أنه ممكن تبقى إيد متنية والواحد نايم وكلام زي كده. وطبعا مع انتشار الكمبيوترز واللابتوبس والناس بتقعد عليهم فترات طويلة، معظم الناس تبقى إيدهم مش علاقة على الكيبورد كده فترة طويلة أو على الماوس، وده بيضغط الأعصاب هنا. دول الأكثر شيوعا. ودول بنبقى بنحاول إن احنا نحسن. أول حاجة ناخد فيتامينات، فيتامين بي أساسا، سواء كان أقراص أو حقن، ونشوف الوضع اللي بيحصل فيه الاحتباس ده نحاول نتجنبه. زمان مثلا أثناء النوم ممكن نلبس حاجة تخلي إيد مفرودة، دعامة من الرزغ من اللي بيجابه من الأجزخانة وكده. وزمان كنا بنقول للناس في عيادة القصر العيني تحط إيدها ما بين كيس المخدة والمخدة علشان ما تتنيش قوي منهم أثناء النوم. وفي نفس الوقت مثلا قاعدة على الكيبورد، في مساطر بتتباع في المكتبات علشان بدل ما أنا إيدي تبقى متنية لفوق وأنا على الكيبورد كده تبقى معدولة. ودي من أكتر أسباب آلام الرزغ في العموم. فندور على الوضع اللي بيتعب بنحاول نبعد عنه، ناخد فيتامين بي. وفي أسباب أخرى للاحتباس، منها في الستات أوقات الاضطرابات الهرمونية، أواخر الحمل والرضاعة، أواخر الحمل ومع أوائل الرضاعة. وده في الغالب بيروح مع 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 الوقت وبيتحسن، وبنديله برضو الفيتامينات والدعامة وكده. وفي المرحلة ما حولت لخبطة الدورة أواخر الأربعينات أو الخمسينات، وده المفروض أنه يتحسن. لكن لما يجي الاحتباس ده وما يستجبش للعلاجات التحفظية، دي كل اللي احنا قلناه دي العلاجات التحفظية اللي بنبدأ بيها طيب أنا بس عايز أطمن الناس أو عايز أقول لكم حاجة يا جماعة نتعلمها. في ناس لما بتسمع بعض التخصصات يا دكتور، لما بنقول مثلا جراحة العظام، جراحة المخ والأعصاب، فبيتخوفوا من الذهاب إلى الطبيب، ليقولك إيه ده جراحة، ده هو ما عندوش تفاهم، ده هيخش على طول على الجراحة. لكن زي ما سمعنا دلوقتي يا جماعة إنه الأساتذة الكبار المتمكنين من تخصصاتهم بيبدأوا بحاجة اسمها العلاج التحفظي أو الخطوات الأولى. إذا ما جابتش نتيجة بيكون في آليات أخرى، يعني إنما ما بنخشش زي ما بنقول كده خبط لزق على الجراحة. أنا بس حبيت أطمن الناس عشان ننفي المعتقد بس الشائع. أدي حيك حتة إحصائية. أيوة. المفروض إنه اللي داخل يكشف عند جراح العظام، أيوة، التقليدي إن واحد من كل 10 أو كل 20 حسب التخصص وحسب المكان يحتاجوا عملية. يعني واحد من كل 10 أو من كل 20. 20 يعني 5 أو 10% فقط من المرضى في عموم شكواهم هي اللي تحتاج تدخل جراحي. اللي بتحتاج تدخل جراحي. لكن 95% ل90%، أيوة، بيتعالجوا من غير ما يحتاج نلجأ لجراحة. صح، دي معلومة مفيدة جدا جدا. اللي بيعمل الـ يعني أنا بقول اللغط لتلامذتي وحبايبي
اللي يلاقي نفسه بيعمل اكتر من كده او بيقترح على عائلين اكتر من كده عمليات يبتدي يراجع نفسه يشوف ليه ممكن يكون مثلا يعني تبي يراجع نفسه لا يراجع نفسه كتير ويعني بدل يعني بدل يعني ما احنا نراجعه هي لا اسباب يعني مثلا مثلا لو في منظومه زي التامين الصحي العام بيعدي على مراحل من الكشف فالمراحل فبيعدي على ممارس عام وبعد كده اخصائي فالاستشاري اللي بيجيله بيبقى نسبه العيين محتاجين جراحه اكتر شويه بس اكتر شويتين بس بس, بس بس المفروض ان اللي يبقى قاعد بيشوف عيان العظم اول مره ده 5% بالكتير 10% يحتاجوا يعملوا عمليه. طيب احنا حضرتك قبل ما نسيب العلاج التحفظي ده في ناس بتنام باوضاع كده يعني يقول لك ايه انا ما بعرفش اودي ايدي فين وانا نايم فيحطها تحت رقبته او يحطها عند رقبته او كده. خلينا نتكلم يعني نقول بس قبل ما نطلع الفاصل اوضاع النوم هل دي برضو اعتقد ان دي من الاسباب اللي حضرتك ذكرتها اللي بتخلي في احساس بالتنميل او ما الى ذلك صح؟ وبالتالي المخده يعني طيب هو اوضاع النوم دي ممكن يبقى لها تاثير على ثلاث حاجات على الم العنق الرقبه على الم الكتف وممكن تعمل تنميل في الكف واليد اوكي في العموم الام الرقبه والكتف بيحتاجوا انه ننام واحنا معدولين هنتكلم على الرقبه ثم الكتف ثم الرسخ الايد عشان التنميل البني ادم هو نايم المفروض تبقى رقبته موازيه لبقيه عموده الفقري الرقبه موازيه للعمود الفقري يعني ما تكونش لقدام او تكونش ملوحه لورا قدام او ملوحه يمين او ملوحه شمال لورا طبعا صعب طبعا فاحنا عايزينها اقرب ما يكون لورا عشان كده اي حاجه اسمها مخده طبيه هي عباره عن مخده فيها حته رفيعه وحته تخينه الهدف من حته رفيعه ان لما انام على ظهري تبقى رقبتي معدوله لورا لما اجي انام على كتفي احط حاجه تملى هذه الفجوه تملى الفجوه فاحتاج حاجه عريضه اوكي او مخده رفيعه واطبقها اتنين لما انام على جنبي او اخليها رفيعه وانا نايم على ظهري ففي العموم احنا عايزين واحنا نايمين رقبتنا موازيه لبقيه عمودنا الفقري كويس سواء بمخده سنده ماليه المسافه دي او لما انام على ظهري ما تبقاش مخده تخينه كافيه رقبتي لقدام تمام بالنسبه للكتف يفضل الكتف المؤلم عدم النوم عليه مع انه في الاول في بعض الناس بتستريح انها تنام على الكتف على الناحيه اللي بتوجع على الناحيه المؤلمه النوم بيعمل نوع من الضغط والضغط ده بيزود الاحساس بالمفصل ويدي بعض الراحه لكن هو في العموم بيبقى مؤذي على المدى الطويل ما بنفضلوش الواحد يكون كتفه تعبه ما ينامش ما ينامش عليه ساعات لما يكون حد عنده حاجه في الكتفين وكلام زي كده نقول له تنام على حاجه غير مستويه يعني ايه شيزلونج ليزي بوي او حتى نقول له حط مخدتين كبار تحت المرتبه مش تحت رقبتك عشان ترفع سي شويه عشان ما يبقاش التقليب على الجناب سهل يبقى النوم على الظهر هو اللي سهل تمام فده بالنسبه للكتف بالنسبه للايد احنا وعايزين واحنا نايمين تبقى ايدنا لو فيها مشكله طبعا لو فيهاش مشكله تبقى ايد مفروده على قد ما نقدر يعني ايه طبعا هو الطبيعي الدراع كله مش لا الكف هو الطبيعي ان ايدنا تقدر تتني كده حوالي 80 درجه وتتني لورا كده حوالي 70 درجه الثانيه دي والثانيه دي بتحط ستريتش على الاعصاب والاوتار فكل ما ننام ايدنا ناحيه المفروده تبقى احسن يا اما نحطها في كيس المخده زي ما قلنا يا اما نلبس دعامه حاجه تسند لنا ايدنا لو فيها تنميل ده في حاله ان احنا حاسين فيها بالتنميل طيب احنا هنطلع للفاصل الاول في حلقتنا النهارده ونرجع نستكمل كلامنا أو بمعنى أدق نستكمل تلقي النصايح العظيمة دي من أستاذنا الأستاذ الدكتور أشرف محرق فاصل ونرجع يحكى أن ما زال متواصل خليكم معنا أهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثاني من حلقتنا النهاردة من يحكى أن واللي بينورنا فيها ويشرفنا الأستاذ الدكتور أشرف محرم أستاذ جراحة العظام بكلية الطب قصر العيني في الجزء الأول اتكلمنا عن موضوع شائع جدا جدا في كل المراحل العمرية وفي كل البيوت المصرية والعربية حالة التنميل اللي بتحصل لكتير مننا
والأستاذ دكتور أشرف محرم شرح لنا بالتفصيل الأسباب اللي بتكون وراء هذا الإحساس وكيفية التعامل مع هذا الأمر والخطوات الخاصة بالعلاج أو الخطوات التحفظية اللي المفروض أن الطبيب بيبدأ بيها نصايحه للمريض من أول تناول الأغذية أو الأدوية الخاصة بفيتامين ب مرورا بأشياء أخرى ونهاية بوضع النوم اللي ختمنا بيه الجزء ده من البرنامج النهاردة أو الجزء الأول يعني. وأنا بدعوكم أنكم اللي ما تابعش هذا الأمر يرجع لوسائل التواصل ويستوعب قوي الخطوات دي والنصايح دي لأنها مهمة جدا جدا زي ما اتفقنا. هنستكمل بقى كلامنا دلوقتي يا دكتور مع حضرتك ونروح ناحية مصطلحات أصبحت شائعة ودارجة جدا جدا. نلاقي حد عنده آلام في إيده أو عنده مشاكل في إيده أو في دراعه أو زي ما بنقول ويقول أنا ده أنا اتقال لي أنا عندي احتباس في الأوتار، أنا عندي احتباس في الأعصاب. كلمة الأوتار كلمة الأعصاب أصبحوا من الكلمات الدارجة جدا، ومع هذا لازم الناس تبقى عارفة الفروقات ما بينهم. إيه هي الفرق ما بين احتباس الأعصاب واحتباس الأوتار؟ طيب، هو مبدئياً الوتر هو اللي بيربط ما بين العضلة أيوة والعظمة. أيوة. المولى سبحانه وتعالى مثلاً في الإيد كان حب يخص الإنسان إن إيده تبقى دقيقة وتبقى تقدر تعمل حاجات رفيعة، فحط عضلات اللي بتديها قوة في الدراع وتصل إلى الصوابع بأوتار، أوتار نعتبرها زي الحبال. الأعصاب والأوتار المولى سبحانه وتعالى بيمشيهم في مسارات دقيقة، وفي المسارات دي بيديهم حماية. مثلا العصب الأوسط اللي هو أهم عصب في إيدي بيعدي في قناة قدام إيدي هنا، فلو هو مش محمي بقناة قوية لما أقع على إيدي ولا مخبط حد ولا مسند حاجة العصب بيتعور. فربنا خالق له نفق قوي جدا يحميه من ثلاث اتجاهات بعظم ومن اتجاه واحد برباط في منتهى القوة. كذلك الأوتار ربنا لازقها في العظم بأنفاق معمولة على مقاسها بالملي، والمقاس ده هو اللي بيخلي لما أعمل كده الأوتار ما تطلعش قدام فيبقى الحركة دقيقة. بالبريسايز. عشان كده بنسميها الفاين موفمنت طبعا، اللي هي الحركه الدقيقه. طبعا الدقيقه المولى سبحانه وتعالى ظابطها من شغل بالميكروسكوب بحاجات بمايكرونز مش بالمليمترات يعني. بالظبط كده. ف كل الاوتار والاعصاب دي المولى كمان خصصهم بحاجه غريبه قوي يا دكتور محمد، انه هي عامله زي ايدي والكم بتاع البدله والقميص. كل نفق من دول في structure في العصب او الوتر بتاعه، وفي النفق اللي بيعدي جواه وما بينهما حاجه عامله زي قميصي بالظبط، غشاء سينوفي بيسمح للانسجه انها تجري دون احتكاك زي الايدي بتجري من جوه الوتر. فالغشاء السينوفي ده في طبيعته انه يبقى عامل زي كيس النايلون بتاع السندوتشات، املس وشفاف وناعم وفي غايه الدقه. تمام. لما بيحصل حاجة إصابة ما وهنتكلم على أنواعها، الغشاء السينوفي ده يتخن يتحول من كيس نايلون سندوتشات إلى ملاية سرير بيضة وخشنة وتخينة. فتبتدي الحركة ما تبقاش ناعمة، يبقى في أعراض ضغط على الاستراكشر، على الاحتباس بقى. ده الاحتباس. في الأوتار، الأوتار نسيج ما هوش حساس بحد ذاته، احتباس الأعصاب اللي كنا بنقول عليه. لا، ده الاحتباس ده أوتار أو أعصاب الاثنين. لكن الوتر ما هوش نسيج بحساس، فبيعمل إيه احتباس الوتر؟ يعمل آلام مع التاني والفرد مع الحركة بالنسبة لدول، وآلام مع الحركة بتاعت الرزق وحركة الإبهام بالنسبة للأوتار الخلفية. ويعمل ممكن يعمل طرقعة وتحس إن صباعك بيعلق ويقول لك أنا بصحى بضطر أفرد صباعي يعمل ترك. اوكي صحيح. دي هي احتباس الاوتار. اوكي، ده يدخل فيها برضو حركه الرزغ اللي هو يمين وشمال يا دكتور ولا دي حاجه ثانيه؟ مش قوي.
طيب. لكن هم دي موجوده بس هي اقل شهره، لكن طيب. الاشهر هي احتباس الاوتار هنا في راحه اليد في راحه اليد وعند الرسغ هنا مع رفع الابهام. تمام. احتباس الاعصاب مفيش بقى فيها اصوات ولا طرقعه ولا حاجه، لكن فيها الام وتنميل وبعض، ولو صبرنا عليها كتير ممكن كمان يبقى معاها بعض الضعف في الاحساس والوظيفه تبقى ضعيفه، وامهاتنا بيستحملوا كتير ويسيبوا الموضوع ده سنين، يقول لك انا مش عارف ارفض اربط زرار ومش عارف اضم ابره، التحكم بيبوظ بالذات مع احتباس الاعصاب. ونوع الالم بيفرق يا دكتور كتير، شكل الالم يعني كتير. في العضلات في الاوتار او في الاعصاب. احتباس الاوتار المه بنسبه 90-95% ميكانيكي مع الحركه فقط، مع الحركه في حين ان احتباس الاعصاب نسبيا بيتحسن مع الحركه. يعني الالم يبقى في السكون، يبقى في السكون اكتر او اكثر اتصالا، متصل اكتر. تمام. اللي يخلي الانسجه تحتبس سواء كانت اعصاب او اوتار هي الالتهابات، الاضطرابات الهرمونيه في الحمل والرضاعه واواخرهم بالذات اواخر الحمل، اضطرابات الهرمونيه حوالين توقف الدوره، ودول بيتحسنوا. الإجهاد والإجهاد المتكرر الكلام ده هو اللي يعمل الاحتكاك والاحتباس. احتباس الأوتار بيحصل كتير قوي بالذات في الناس اللي عندهم سكر. وعلى عكس ما الناس فاهمة معظم علاجه علاج تحفظي دون اللجوء للجراحة. الوتر بعد ما يقعد يحك فترة بيتكون فيه كالكوعة، يعني هو بيبقى ماشي بسمك معين. أيوة. تيجي عند الحتة اللي فيها احتكاك تتخن شويتين تلاتة، يبقى زي العقدة كده شوية، تبقى زي العقدة، والبني ساعات نقدر نحسها من بره كمان. لو وصلنا للمرحلة دي، لو وصلنا للمرحلة دي الاحتكاك ده ممكن في أكتر من 90% من الأحوال مع الصبر العقدة دي أو الكالكوعة دي توسع المجرى على المقاس الجديد وخلص الموضوع على كده. مع بعض الأدوية، تسكين، دهانات، راحة من الحاجة المتكررة، لو كان سكر مش يتظبط يتظبط، لو كان في أملاح عالية تتعالج، مع الحاجات دي في 90% من الأحوال بتعدي الأمور. إذا ما عدتش الأمور بيبقى في تدخلات ممكن تبقى محاولة علاج طبيعي مش ناجحة قوي، بس ساعات بنحاول حسب الظروف العيان. التدخلات دي بقى هي اللي بيتقال عليها تسليك الاوتار؟ لا، الاول تدخلات علاج طبيعي، تدخلات العلاج الطبيعي الاقل. بعد كده في حقنه ممكن تتاخد، حقن موضعيه، حقنه موضعيه، انواع معينه امنه شويه من الكورتيزون ممكن تتحقن. واذا ده كله ما جابش نتيجه بيبقى الحل تدخل الجراحي. والتدخل الجراحي في تسليك الاوتار، احتباس الاوتار، من الحاجات الناجحه جدا ومن الحاجات اللي ملهاش ارتجاع الا في حدود نادر، اقل من 1%. ونقدر نقول انها عمليه جراحيه امنه. نعم. ايوه نعم، من العمليات الجراحيه الناجحه واللي امنه. هي بتاخد وقت على عكس الناس فاهمه. يعني انا بقول للعيان احنا لما نعمل تسليك حضرتك اسبوعين مش هجيب ميه على ايدك، بس على بال ما الوظيفه تصل الى 90% هتاخد من 5-6 أسابيع، وال 10% اللي فاضله من 5-6 أسابيع تانية. فمش الموضوع مش هنعمل عمليه بكره وبعد بكره هنلعب بطوله العالم في المصارعه الحره بس. ايوه مش بسيط. طب عايز اسال حضرتك سؤال يا دكتور في الجزئيه دي تحديدا، وحضرتك لما اشرت للامهات الامهات بقى والزوجات، انا بسال بالنيابه عنهم دلوقتي، هل الاداء المهام المنزليه المتكرره ممكن يكون سبب في تأثر الأوتار أو الأعصاب بالشكل ده، ولا دي نوع من أنواع اللياقة البدنية اللي هم ما بيتأثروش بيها؟ يعني أنا بتكلم على المهام المنزلية اللي الناس كلها عارفاها، الطبخ وإعداد الأطعمة وإعداد والعناية بالمنزل والعناية بالأولاد وما إلى ذلك. في العموم أيوة، إحنا بنشجع الناس على الحركة والنشاط والاستخدام. تمام. بنشجعهم جدا. لكن بنحذرهم من
الإصابات اللي بتحصل نتيجة حاجة من اتنين. الحاجة الأولانية هو الحمل اللي احنا غير مدربين عليه. أوكي؟ يعني أنا متعود أصحى الصبح أشيل شنطتي وأطلع وزنها 10 كيلو وأطلع 4 أدوار بشنطتي في إيدي. ده أنا متعود على دلي وتربيت عليه كويس قوي. لو حضرتك جيت قلت لي معلش يا أشرف أنت هتشيل مش 10 كيلو 80 كيلو وهتطلع بيه 30 دور، لا طبعا أقدر أعمل كده؟ الإجابة نعم، ولكن محتاج أتمرن له، مش محتاج يبقى حمل مفاجئ. أيوة أوكي؟ فالمداومة على المجهود والنشاط دي حاجة كويسة جدا، حتى لو المجهود ده زاد بس يبقى فيه بس تدريج، زيادة تدريجية تدريجية. يعني أنا ما بمشيش وحضرتك قلت لي معلش أنت محتاج تمشي، ما تخيلش أن عندي 16 سنة وانزل أمشي 10 كيلو. النهارده همشي كيلو، بكره كيلو وربع، بعده كيلو ونص، وازود. وبعده دي مقصود بيها مش المعنى المجازي، تمام، المعنى الحرفي، تمام، لكن المعنى المجازي. الزياده تدريجيه، وسواء في الحمل او المده او السرعه، وفي نفس الوقت كمان اتعب شويه اريح اريح. يعني لازم يبقى فيها تدريج في الحمل. فلذلك احنا بنشجع امهاتنا كلهم على عمل الاشياء. انا دايما بقول كلمه بقول لها حضرتك، تيجي لي سيده فاضله في الستينات تقول لي انا يعني اشتغل ولا ما اشتغلش؟ لا اشتغلي، بس زمان انا كنت مقدر ان حضرتك تقدري تعملي ترفعي البيت ده في ايد واحد كده في الهواء وتلفيه 3 مرات لما كان عندك 18 سنه وتنزليه على الارض. احنا هنشتغل، بس هنشتغل بتعقل. صح. هنغسل والتاني يوم هننشر او بعدها مش هننشر، ومش هناخد طبق الغسيل الكبير ننشره، هناخد طبق اصغر وننقله 3-4 نقلات، وبين كل نقله ونقله كوبايه شاي مثلا. أيوة. يعني بحيث ان يبقى في تدرج في الحمل. صحيح صحيح. لكن بشكل عام في تشجيع على الحركه، الفايده في الحركه والاستخدام اعلى بكتير، أعلى بكتير من قله الاستخدام. تمام. طيب عشان نقفل هذا الملف يا دكتور اشرف، تمام، دي بس النصيحه اللي هي الخاصه مثلا. يعني عايز اقول ايه، لو في دلوقتي زوجات صغيرات اللي هم بدأوا حياتهم الزوجية عندهم أطفال سنهم 2-3 سنين وهكذا، ننصحهم بإيه؟ إن هم يعملوا إيه في نهاية اليوم مثلا؟ يعني اللي هو إيه، أنت مارستي نشاطك خلال اليوم، شفتي احتياجات طفلك أو طفلتك أو أطفالك، شفتي احتياجات بيتك، احتياجات زوج وهكذا، تنهي اليوم إزاي؟ يعني إيه فيها آلية أو نصيحة نحافظ بيها على زي كده زي ما بيقولوا تمرينات الاستشفاء اللي هي اللي بتاعت لعيبه كره القدم؟ يعني ايه بقى النصيحه اللي ننصحهم بيها؟ طيب هو لو سمحتي ارجع خطوه لورا، احنا الموضوع ده في الاجيال الحديثه من بناتنا بقت عندنا مشكله كبيره جدا. ايوه. المشكله الكبيره دي نابعه من كذا حاجه. اول حاجه ان معظم بناتنا في بيوت أهلهم مرفهين ما عندهمش مسؤوليات كبيرة. فجأة بيتنقلوا نقلة عنيفة جدا. فجأة بيتنقلوا نقلة إنه بيتم عليهم مسؤوليات، مش بس مسؤوليات شخصية، لا مسؤوليات مثلا فكرية مادية، لا مسؤوليات محتاجة مجهود بدني فيزيكال جسدية مسؤوليات جسدية ما كانتش بتعملهم زمان. الحاجة التانية برضو، كان زمان في عزوف كبير قوي من البنات على اللعب الرياضة، بس أنا شايف إن ده بيتغير جدا ال10 سنين اللي فاتوا دول. صحيح. حتى في الـ في الـ في الـ في المراكز والقرى وكده ابتدى يبقى فيه جيمات، وابتدى يبقى فيه وعي عند البنات انهم يعملوا حتى رياضه منزليه. فدي حاجه مهمه قوي. فالاعداد البدني ان يبقى عندي مجهود بدني في سواء في البيت او في الرياضه عشان يبقى عندي احتياطي عضلي، دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه، الناس عندها تخيل انه النمو بيقف عند سن 14 16 سنه بنات، 16 17 سنه 18 سنه اولاد. ده حقيقي بالنسبه للنمو الطولي. لكن احنا عظمنا سواء بنات او اولاد بيفضل يزداد في القوه والكثافه. أيوة. لغايه سن 30 سنه. 30 سنه. فاحنا بنبني لغايه 30 سنه، نقعد نبني لغايه ال 30.
علشان بعد كده اللي هنبنيه ده هو اللي هنتسند عليه. ده الاحتياطي، ده الاحتياطي الاستراتيجي. بكسب هو ده استثمارنا في البلد. بس عشان في ناس كتيره فاكره ان المعلومه دي ان هو يقول لك عند 18 سنه نمو العظام بيقف. هو النمو الطولي بيقف. طولي للعظام. ولكن كثافة، ليس كثافه العظام او كثافه طول. وكميه الكالسيوم اللي فيه بيفضل يكمل لغايه سن 30 سنه. تمام. فكمان كتير قوي من البنات اللي بيخشوا في المرحله دي، احنا طبعا ممكن نتكلم في ده محاضره، عندنا نقص عمومي في فيتامين د. الكالسيوم في المجتمع المصري ما هوش مشكله كبيره قوي، بس الفيتامين د فيه فيه مشكله. لكن بيخشوا على حمل ورضاعة وما بياخدوش الفيتامينات بتاعت الكالسيوم والفيتامين د، فبيبقى في سحب، بدل ما هي بتبني لغايه سنه 30 سنه استهلاك. هي بتستهلك وبتقلل رصيدها بالظبط، لانه الجسم فيه ميكانيزم ان هو سوف يبدي كل الناس على سواء كان طفل بيرضع او طفل بيكون او حتى اليوم العادي على مصلحة العظام. مصلحة العظام دي اخر حاجة عندنا، المخزون ده اخر حاجة عندنا، عدينا هنصرف على طول. ايوه يعني ما بيترددش بياخد على طول. البيبي بيحتاج اللبن، بيحتاج الاعصاب محتاجة، انا بداوب من العظم على طول. تمام. ده الاحتياطي بتاعي. فدي فالتغذية الاحتياطي عضلي، تغذية ده المخزون اللي هخش بيه على الزواج والمسؤوليات بتاعتي. صحيح. والرياضه طبعا زي ما الرياضه المخزون العضلي سواء بالنشاط العادي او بالرياضه الخاصه يعني. بنصح جدا البنات بممارسه الرياضه ولو حاجه بسيطه، تتمشى، المشي، تريدميل خفيف، عجله ثابته، ما تستطيع عمله. ده مفيد ليها جدا في بعد كده. في بعد كده لا، وحتى بعد ما تتجوز وبعد ما تتجوز مسؤوليات لازم يبقى عندها ده احتياطي عضلي. والرياضه دي هتساعد انها تعمل ما يطلق عليه انابوليزم، بناء. تمام. طيب احنا هنستكمل كلامنا مع، والله انا مش عايز الفاصل بس يعني هنستكمل كلامنا مع الاستاذ دكتور اشرف محرم، استاذ جراحه العظام بكليه الطب قصر العيني. هنطلع لفاصل بس ونرجع نستكمل فورا مع حضراتكم. يحكى ان ما زال متواصل، خليكم معنا. اهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثالث والاخير من حلقتنا النهارده في يحكى أنا، واللي شرفنا ونورنا فيها ضيف عزيز غالي، عالم من علمائنا الكبار والعظام في مجالهم الطبي المتخصص والدقيق، وهو الاستاذ الدكتور اشرف محرم، استاذ جراحه العظام بكليه الطب قصر العيني. في الجزء الاول والجزء الثاني اتكلمنا عن حاجات اعتقد انها شائعه جدا جدا في معظم البيوت المصرية والعربية، إن لم تكن شائعة في العالم كله دلوقتي، وده نتيجة إنه النمط الحياتي بتاع الناس كلها بقى متشابه جدا جدا، سواء في الاعتماد على الأجهزة التكنولوجية أو قضاء أيام طويلة أو الوقت طويل من اليوم في حالة من الإجهاد، بعد كده بيتبع ذلك أوضاع نوم غير مستقرة أو غير آمنة أو غير صحيحة، وده بينعكس أكيد علينا. اللي عايز يعرف بقى اتكلمنا في ايه والنصايح الاستاذ دكتور اشرف محرم اهداها لينا الحقيقه، يرجع لهذه الاجزاء على وسائل التواصل. دلوقتي في الجزء ده عايزين نتكلم عن الام الكتف يا دكتور اشرف. والام الكتف اصبح كان زمان الناس بتشتكي من الام الكتف في مراحل عمريه كبيره، يعني نلاقي الناس الكبار في السن والمقام يبتدوا يشتكوا يقول لك انا كتفي بينقح عليا، انا كتفي بيوجعني وهكذا. دلوقتي لاحظنا او بقى ملاحظ جدا جدا ان كل الاعمار، شباب، بنات، متوسطين العمر من الرجال والسيدات، اصبحوا بيشكوا من الام مختلفه من الكتف. فحضرتك كده تزيدنا يعني من التنوير يعني بعد اذنك. هو يعني نسبيا أنا شايف إن في وباء من ازدياد كبير في آلام الكتف. بس علشان الناس تبقى فاهمة وتقدر إن احنا نبقى على مستوى نساعد بعض إن احنا نخف. هرجع خطوة لورا. المولى سبحانه وتعالى لما عمل مفصل الكتف عمل فيه معجزة هندسية جبارة.
ان الكوره بتاعت راس المفصل كبيره جدا على حجم الكوبايه اللي بتتحرك فيها. اوكي، ليه المولى عمل كده؟ علشان سبحانه وتعالى ادانا حركه في الكتف ده اوسع بكتير من اي مفصل تاني، مفصل الفخذ اوسع مدى، صح كده كمان. مفصل الكتف فعلا اكتر مدى فيه حركه، مدى واسع جدا جدا من الحركه. فده كان على حساب حجم الكوبايه، فاصبح المولى عمل لنا نظامين عشان يحافظوا على استقرار المفصل في مكان. تمام. وعشان كده حضرتك تسمع عن واحد خلع كتفه، بس ما تسمعش عن واحد خلع فخده. حاجه نادره جدا. خلع الكتف ده حاله مشهوره، حاجه جدا. مشهوره جدا. طيب المشكله في الميكانيزم الاساسي هو عباره عن اربع عضلات بنسميه المحفظه المستديره، بتحافظ على المفصل في مكانه. تمام. المحفظه دي مكونه من اربع عضلات مرصوصه حوالين الراس مباشره. الاربع عضلات دول محوطينها، دول مش محركات، دول مثبتات. مثبتات للراس دي، للراس في مكانها. بتقاوم، بتخلي الحركه في المفصل دائريه وليس فيها حركه الامام والورا والخلف. صح. يعني ايه يا فندم؟ انا لما اجي اهزر مع واحد صاحبي واضرب بوكس وكتفي بيتحرك لقدام، الكتف عايز يخلع لقدام، عايز يتحرك لقدام سنه صغيره، فالعضله القدمانيه تثبته. بتثبته. لما البوكس ده يلبس في المواطن الشريف، ايوه، هيبقى عايز يدط لورا الكتف، فالعضله الخلفيه بتسنده عشان ما يتحركش كتف لورا، عشان ما يتحركش لورا. تمام. بقى عندنا حاجتين مكترين قوي الموضوع ده. اول حاجه، الحمد لله الناس بقت بتعيش فترات اطول، بصحه احسن، بنشاط اكتر، فابتدت المشكله تظهر. ايوه. زمان انا عيلتي مثلا ما كانش حد فيها بيوصل لسن المعاش، ما كانش حد بيوصل لسن 60 اساسا. صح. دلوقتي متوسط الاعمار بيعلى من التمانينات و ربنا يديم جميع العمر يا رب والصحه. والناس الحمد لله بقت في ناس كتير قوي قوي في السبعينات وفي الثمانينات فيزيكلي اكتف، بيتحركوا بنشاط وبحركه، بيدخلوا بيخرجوا بيعملوا وبيسندوا اولادهم واحفادهم وبيعملوا كل كل الحاجات دي. فمع ازدياد مع الزمن بيتكون بعض الزوايد العظميه اللي بتضيق المجرى بتاعه الاوتار دي شويه. تمام. فتيجي حمل اكتر من احنا متعودين عليه، وقعه ممكن، شنطه تقيله نشيلها تقيله بالظبط، تخلي نقل حاجه او زق حاجه دي مشهوره قوي في الثلاجه، في البيوت عندنا يقول لك دي اصلها كانت ورا البوفيه فانا زقيته البوفيه. لا كانت متخيله عندها 18 سنه كانت بتزق البوفيه، بس أيوة عند 80 سنه مش المفروض تزق البوفيه. مش المفروض يا حاجه تزق البوفيه. فاللو ده يخلي الكتف يتعرض لضغط العضلات المستديره دي ما تقدرش تتحكم فيه. فالكتف يتحرك من مكانه شويه فيعصر او يعور واحد من الاوتار دي وهو في النفق بتاعه. يعصره ما بين عظمتين فيتعور. تمام. فالتعويره دي ممكن تكون قطع وممكن مجرد انها احتكاك او التهاب يعمل نفس الغشاء الصينوفي اللي اتكلمنا عليه بتاع القميص ده قبل كده، ان هو يعمل الغشاء الصينوفي ده يورم، يتحول من كيس نايلون سندوتشات املس وشفاف وناعم الى ملايه سيريو. ايوه، خشنه خشنه وتخينه وواخده مساحه ومزوده الاحتكاك. بالظبط. فيبقى في احتكاك مزمن في الاوتار. تمام. وده علاجه برضو مراحل من العلاج. اوكي. مرحله اولى وهي فيها اكتر من خطوه، ان احنا نعالج الالتهاب ده. تمام. مرحله تانية، انه مع زمن عشان ما يتكررش الموضوع ده هنحتاج نقوي عضلات الكتف. اوكي. فعلاج بالعلاج الطبيعي بقى، بالعلاج الطبيعي والتمرينات وشويه تمرينات سويدي في البيت. مش عايزين نخش الجيم وحديد، ده مجرد بار فاضي او حتى وزن خفيف، ونعمل تمرينات خفيفه للذراع عموما. ده يقوي عضلات الكتف. لكن ده لازم يتعمل في مرحله ان انا مش متالم فيها. ايوه بالظبط، مش متالم فيها. ازاي اقضي على الالم؟ المرحله الاولى بتاعت علاج الالتهاب دي فيها كذا مكون. اول حاجه طبعا راحه، قربة ميه دافيه،
او التلج لو الوجع جامد قوي ما تشيلش حاجه تقيله، ما مش حاجه فيها لف جامد، شويه تعليمات زي رايح كتفي ما لمش عليه زي ما اتكلمنا قبل كده، دهانات بالذات الحاجات اللي ريحتها نافذه زيت كافور ونعناع والكلام ده دي بتكون مفيده، بتحسن الدوره الدمويه، تقلل الالم والالتهاب. ممكن بعض المسكنات الامنه لو في حاجه نقدر نستخدمها، الفيتامين بي بالذات البي 12 سواء كان اقراص او حقن له دور ايجابي في الم الكتف موثق، فده خط دفاع اول. خط دفاع تاني علاج طبيعي. خط دفاع تالت ممكن يبقى حقن في الكتف، زمان كنا بنحقن كورتيزون دلوقتي بنحقن بلازما، واذا ما نجحتش بنلجا للكورتيزون. ولو سمحت لي ممكن اتكلم على الكورتيزون، حوار الكورتيزون بعد كده عشان نغير مفاهيم بعض الناس، اكيد هنتكلم عنه بقى في الحلقه الجايه ان شاء الله. واذا فشلت حقن البلازما، البلازما دي حاجه حديثه جدا، البلازما دي عباره عن احنا بناخد من الدم البني ادم نفسه بناخد منه 50 سنتي بندخلهم جوه مكانتين فلتره اللي هو فصل الفصل نطلع البلازما اللي هي عباره عن بروتينات البناء مع الصفائح مع شويه حاجات اخرى وبنحقنها في المكان الاصابه. وبتجيب نتيجه احيانا، بتجيب نتيجه في حاجات كتير قوي بالذات في الكتف، لكن في الركب مثلا ملهاش دور علمي. انما في الكتف بتجيب نتيجه في الحاجات اللي فيها التهابات او اوتار متعوره. لكن داخل المفصل دورها لغايه دلوقتي العلمي مش مثبت قوي. ناس كتير بتجربها بس ما فيش ما نطلق عليه سوليد ايفيدنس، يعني دلائل ثابته ان لها دور ايجابي جدا. لكن مثلا في اوتار الكتف، في اوتار الكوع لها دور ايجابي جدا موصوف ومدروس كويس. بعد كل هذه الخطوات اذا بقى لا قدر الله ما كانش في تحسن يكون في تدخل، بنكون في تدخل جراحي. التدخل الجراحي بقى اللي هو بشكل تقليدي كلاسيكي ولا بجراحه ميكروسكوبيه أو لا هو ولا ده هو امر يطول؟ لا 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 مش هطول شرح الحاجه. هو حضرتك يعني بالمنظار بنسبه 99.9% لو طلبت مني اعمل العمليه دي بالمفتوح هتبقى مش مستساغه ونتائج المنظار فيها كويسه جدا جدا جدا. اصل انا بسال ليه السؤال ده حضرتك؟ لان انا برضو فرصه ان انا اقول للناس ان في ناس بيخافوا من النتائج، يقول لك ايه لا المنظار ممكن ما يبقاش ما يحققش النتيجه، لان في تخصصات طبيه اخرى بتلاقي الاطباء يقولوا ايه احنا هنعمل العمليه بشكل تقليدي مش بالمنظار، مع انه المنظار او العمليات الدقيقه اللي هي دي نوع من انواع التحديث مش نوع من انواع مش الاختيار يعني الثاني. هو فقصدي ان المنظار امن يعني، او الجراحات الميكروسكوبيه امنه يعني والنتائج بتاعتها افضل يعني. نادر قوي ما نحتاج نفتح في الكتف. نادر بس وارد بس نادر. نادر في حاجات يعني المفروض ان زي ما قلنا 99% من العيانين يبقى المنظار بالنسبه لهم كافي. تمام جدا. اللهم الا في الحاجات الاصعب قوي. انما هرجع خطوه لورا. لو حضرتك سالت لي امتى بنحتاج نعمل منظار للكتف؟ ايوه احنا بنحتاج نعمل هو المنظار ده لازم يكون علاجي يا دكتور اشرف ولا ممكن لا ما فيش تشخيص؟ لا ما فيش تشخيص الحمد لله. بقى عندنا كميه وسائل تشخيص من رنين مغناطيسي وموجات صوتيه خلاص دي بتظهر ما لا ما كان لا يظهر يعني ال 95-97%. صح. فبالذات مع لما يتعمل كومبينيشن يعني ما بقيناش فكره ان احنا خلي بقى حضرتك برضو احنا كشرقيين العمليه تقيله علينا. كلمه كل العمليه كل دخول المستشفى تقيل طبعا. أوكي. على الله عند كل الثقافات والله الغرب مش قوي كده بس دي قصه اخرى دي قصه اخرى لكن الغرب بالنسبه لهم سهل قوي يدخل العمليات. لكن امتى نعمل عمليه في الكتف؟ في حالتين. الحاله الاكثر شيوعا هي عدم الاستجابه لكل المراحل دي من العلاج اللي اتكلمنا عليه، علاج طبيعي وحقن وكلام كده، وده نسبته قليله. عدم الاستجابه المفروض تبقى اقل من 7% يعني 93% يخفوا بالعلاج. انما حضرتك في حالات لازم ندخل على التدخل الجراحي على طول؟ ما انا ده بقول لك. أيوة. السبب الثاني لدخول الجراحه هو وجود قطع واخد كامل او معظم السمك بتاع الوتر. ايوه. وتر واحد او اكتر، او إصابة حادة عملت هذا القطع. ليه؟
احنا كنا اتفقنا ان هم 4 عضلات محوطه الراس. ايوه. وقلنا ان هم محفظه. اه. يعني ايه محفظه؟ يعني هم لاصقين في بعض، ما تشوفهمش مفصولين قوي. اه. لو واحد اتقطع بيتسحب لبره شويه. يحمل على التانيين. والتالت اللي بعده اتقطع، والتاني والتالت واتقطع وهكذا. في عدم الاستقرار بتاع المفصل هيؤدي حتما الى ان بيت الاوتار تتقطع. امتى استحمل الكلام ده؟ ممكن افوت وتر مقطوع او وتر مقطوع ده لما يكون السن كبير والعيان مش اكتف، يعني لو سنه 80 85 سنه. أيوة. مش نشيط اقدر استحمل الكلام ده. أيوة. لكن لو سنه 50 او 60 ونشيط يبقى ما حرموش من كامل طاقته. لا، يعني انا متوقع ان في خلال بضع شهور او بضع سنوات. اوكي. يعني من 6 شهور لست 9 10 سنين الكتف ده انهار. فلازم هنا بقى ابتدى. فهنا ده تاخد بحد. تمام. يعني احنا انتزعنا الوعد بطيب خاطر من حضرتك في بدايه الحلقه، وقلنا انه اكيد للحديث بقيه، لانه ما اثير النهارده في حلقتنا مع استاذنا الاستاذ الدكتور اشرف محرم استاذ جراحه العظام بكليه طب قصر العيني كانت بدايه. واظن حضراتكم يعني اذا رجعتوا لوسائل التواصل ورجعتوا لمحتوى حلقتنا النهارده، في اعتقادي الشخصي المتواضع ان ما حدش هيشوف اي موضوع غريب. بالعكس، نسبه الشيوع او الحالات اللي اتكلمنا فيها النهارده هي اكثر الحالات شيوعا في زي ما بقول لكم في كل بيوتنا في مصر والدول العربيه. علشان كده اعتقد ان احنا في احتياج شديد جدا جدا لاستكمال ما بداناه. علشان كده هنكمل ان شاء الله حوارنا مع الاستاذ الدكتور اشرف محرم في حلقه قادمه، اتمناها انها تكون الحلقه القادمه على طول، اذا تعذر ذلك فهتكون الحلقه بعد القادمه على اقصى تقدير. شكرنا وتقديرنا الكبير اللامحدود لاستاذ الدكتور اشرف محرم استاذ جراحه العظام بكليه طب قصر العيني. أمنياتي الكاملة والحقيقية والحارة لحضراتكم بكامل الاستفادة وكامل الصحة وكامل العافية، وإن شاء الله نشوفكم على خير الأسبوع الجاي بإذن الله تعالى وحلقة جديدة من يحكى لنا. سلام عليكم.